مزيد من الضوء على التطورات في الملف الليبي ينضم إلينا من العاصمة طرابلس إسماعيل السنوسي المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة. مرحبا بك معنا في نشرة التاسعة. إذن الأنباء القادمة من المغرب أن المحادثات محادثات السلام سارت بشكل جيد وتم الاتفاق على تقاسم الوظائف السيادية وكل الامتيازات الأخرى، ولكن على ما يبدو نسي الوفدان احتياجات الشعب الليبي. وسأوجه طبعا نفس السؤال للضيف القادم من بنغازي، تفضل. تحية لك ولكل المشاهدين الكرام ولضيفك الكريم من بنغازي. طبعا هو المحادثات أو لنقل الحوار السياسي في بوزنيغا هو طبعا يعني أتى بعد فترة طويلة يعني حقيقة من توقف العملية السياسية واستمرار الحرب، يعني لنقل أن حتى المعاناة اليومية التي نعانيها الآن في ليبيا من حيث المعيشة وعدم توفر الوقود وعدم توفر الكهرباء والماء وإلى آخره من الصعوبات التي تواجه الليبيين الآن هو بالأساس أتى نتيجة الحرب، نتيجة عدم وجود حل سياسي ولا أفق حتى أفق سياسي لا يوجد. يعني هناك انسداد، هناك يعني احتراب، هناك يعني تدخلات إقليمية ودولية أوقفت المشاريع السياسية كلها، سواء كان الاتفاق السياسي، سواء كان مشروع الاستفتاء على الدستور، سواء كانت حتى التفاهمات التي حصلت في عدة مرات والمبادرات الدولية للسلام من أجل ليبيا كلها أوقفت يعني بفيتو لنقل أنه دولي وإقليمي. وهذه إشكالية كبيرة طبعا نتيجة الرهان على الحل العسكري وعلى الاحتراب بين الليبيين، وكأنه سيوصل إلى نتيجة، وهذه هي النتيجة في واقع الحال. النتيجة هي معاناة الشعب الليبي نتيجة هذه الحروب، نتيجة هذه الخلافات. باختصار من هو المتسبب يعني في الوضع يعني المعيشي الحالي يعني في ليبيا، الوضع الذي هو متردي الآن؟ لم أستمع إلى السؤال. من هو المسؤول عن تردي الأوضاع المعيشية الآن في ليبيا؟ بكل تأكيد المسؤولية تقع على كاهل حكومة الوفاق من ناحية، باعتبارها هي الحكومة التي على الأقل نقول في الأماكن التي أو الأجزاء من ليبيا التي تسيطر عليها، هذه واضحة. وأيضا تقع على عاتق حفتر الذي يعني شن كل هذه الحرب وأوقف النفط ويعني أدخل البلاد في حرب طاحنة قتل منها الآلاف ويعني وخسائر كبيرة وتهجير وخسائر الاقتصاد الليبي وانهيار للدينار الليبي، كل هذا بسبب الحرب وبسبب قطع النفط وبسبب الرهانات الخاطئة على أن الحل في ليبيا حل عسكري. هذا طبعا لا يتأتى إلا بأن يكون هناك وضوح للمواطن الليبي بأن بوجود أفق سياسي، خارطة سياسية، وأن تكون هناك حكومة واحدة لليبيا. طبعا الانقسام اللي موجود الآن هو أيضا انعكس على الاقتصاد وانعكس على أداء الدولة وانتشر الفساد في كل مؤسسات الدولة، وأصبح بالتالي لزاما على السياسيين الآن أن يشكلوا حكومة واحدة لكل ليبيا لكي تستطيع أن تقدم يعني على الأقل الحد الأدنى حاليا من الخدمات، وأيضا تعطي أفق يعني سياسي، ترسم خارطة الطريق، تعطي أمل للمواطن. لأن المواطن عندما يعني تكون الحالة المعيشية صعبة وفي نفس الوقت لا يوجد أمل ولا يوجد بارقة يعني أمل، هل هناك يعني من ننتظر منه؟ بكل تأكيد سيخرج غاضبا. يوجد تناقض نوعا ما في كلامك أستاذ السنوسي، يعني من جهة أنه لا توجد موارد ومن جهة أنه موارد مالية ومن جهة هناك فساد. هو الفساد موجود سيدتي، ما هو التناقض؟ يعني الفساد موجود بكل تأكيد ويحتاج هذا الأمر إلى استراتيجية لمكافحة الفساد. كيف سيكون هناك فساد إذا لم تكن هناك يعني إذا كان موارد مالية؟ يعني فساد حول ماذا؟ الموارد المالية اللي نتحدث عنها هي إيرادات النفط، هذا المورد الأساسي الذي يشكل أكثر من 95% من دخل الدولة الليبية. هذا أمر مفروغ منه، واضح. أوقفه حفتر لسبب أو لآخر من أجل الضغط على حكومة الوفاق أو ما شابه،
وسيس بالتالي قطاع النفط، ودخلت عصابات الفاغنر على الخط، ودخلت الحقول النفط وموانئ النفط، وأصبح الأمر خطير يعني، لأن توقف هذا النفط لفترة طويلة سيستهلك الاحتياطي النقدي الموجود يعني في مصرف ليبيا المركزي، وبالتالي يؤدي إلى مشاكل بكل تأكيد. هو الآن موجود المشاكل، لأن الدينار الليبي الآن يعني أصبح في كل يوم من سيء لأسوأ من حيث يعني قوته الشرائيه، ومن حيث يعني سعره في السوق الموازيه. عقيله صالح وبالتالي اتهم البنك المركزي بالتفرقه بين الشرق والغرب، كيف ترد؟ يعني هذا ما اعتقدش انه صحيح يعني، من حيث انه يوجد اصلا بنك مركزي موازي في الشرق، وهذه الأمور يعني المصرفية طبعا فيها إشكالية كبيرة من حيث حتى التعاملات هناك في المنطقة الشرقية التي تمارسها حكومة الثني، يقوم بالضغط على المصارف ويقوم بالسحب منها على الأحمر، تسبب هذا بديون كبيرة جدا على المصارف التجارية العاملة في المنطقة الشرقية، وسبب مشاكل في عملية المقاصات وكذا. لكن هو بالنسبة للمرتبات الليبيين مثلا، وهي يعني تشكل الجزء الأكبر من الموارد النفطية، شكرا، يعني هذه حوالي 24 مليار كلها تخرج من مصرف ليبيا المركزي لكل مناطق ليبيا. شكرا لك المتحدث. ولكن بكل أسف الفساد موجود في الأمور في الجوانب الثانية يعني. نعم، شكرا لك المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة إسماعيل السنوسي، كنت معنا مباشرة من العاصمة طرابلس. ولمعرفة موقف الطرف الآخر ينضم إلينا من بنغازي شرق ليبيا مختار الجدال الأكاديمي والمحلل السياسي، مرحبا بك معنا في نشرة التاسعة. قبل قليل سألت ضيفي حول الأنباء القادمة من المغرب والمحادثات السلام التي سارت بشكل إيجابي، يبدو أن يعني النقاش نوعا ما تجاهل الأوضاع المعيشية المتردية في ليبيا. مساء الخير. أولا الذين ذهبوا إلى بوزنيقة هؤلاء طبعا سياسيين يمثلون مجلس النواب ويمثلون مجلس الدولة، وهم الجسمين الأقل فاعلية على الساحة الليبية، على الساحة سواء كانت السياسية ولا على الأرض. هم اتفقوا على توزيع أماكن المؤسسات، مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، مؤسسة النفط في وين، اتفقوا على توزيع تقاسم بين الولايات. خلينا نرجع إلى 1963، ليبيا دولة بسيطة في الأصل منذ 1963 وليست دولة فدرالية، لكنهم نسوا المعاناة اليومية للليبيين. المناقشة نعم لم يحلوا هذا الاتفاق، أو الذي طبعا رفضه على فكرة اليوم مجلس الدولة، رفض أي اتفاق وصلوا إليه، لكن هم لم يناقشوا مشاكل المواطن اليومية. ونحن نرى الآن في بنغازي كيف خرج الناس من أجل القطاع الكهرباء والمياه وانقطاع السيولة، هناك مشاكل لم تستطيع حكومة التني الإفاء بها، لأن حكومة التني لا تملك أموال، كل الأموال تصب في مصرف ليبيا المركزي الموجود في طرابلس، واللي رئيسه صديق كبير، والذي يقع تحت هيمنة الميليشيات ومراكز القوة في طرابلس. لكن ضيفي من طرابلس قال أن هناك بنك مركزي في شرق ليبيا. لا، البنك المركزي في شرق ليبيا ليست لديه إيرادات، هو يقترض من البنوك التي تقع في نطاق منطقته. لكن أنا برد على ضيفك قبل قليل قال الجيش هو السبب. الجيش لماذا؟ السؤال لماذا ذهب الجيش إلى طرابلس؟ ذهب الجيش إلى طرابلس من أجل القضاء على الميليشيات المهيمنة على مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط ومؤسسة الاستثمار. كيف الآن؟ كيف؟ لماذا الجيش الآن أو المواطنين أوقفوا تصدير النفط وسيطروا على موارد النفط؟ ليش؟ لماذا؟ لماذا؟ هذا السؤال. لأن المصرف المركزي في طرابلس بقيادة الصديق الكبير يفتح في اعتمادات لزعماء ميليشيات وشركات ميليشيات، ولم ينتبه أن هناك أقاليم أخرى
في بنغازي وفي طبرق وفي البيضة وهناك تجار وهناك لم يفتح لهم أي اعتماد منذ 2014 منذ أن حدثت حرب فجر ليبيا. يعني هذا هو السبب. السبب هو الأموال التي ترد إلى مصرف مركزي ولا توزع على المناطق بالتساوي. هذه ثروة كل الليبيين. لماذا لا يعطي اهتمام لكن حفتر الآن أوقف تصدير النفط الأخرى؟ وهو بذلك أي يساهم أكثر في الأزمة المالية التي تعيشها ليبيا. السؤال لماذا أوقف الجيش تصدير النفط؟ لماذا اتفقنا لماذا أوقف؟ لكن أنا أتحدث عن نتيجة، لأنه بهذه الطريقة زاد في أزمة الوضع المالي في ليبيا. ما زال الفكرة بالعكس هناك أموال في مصرف المركزي الآن أحيلت إلى تركيا وإلى وحلت مشكلة تركيا في هبوط نزول سعر الليرة، وموجودة عندك احتياط. لكن الإشكالية وين؟ الإشكالية في أن مصرف المركزي يشتري في السلاح والذخيرة والطائرات المسيرة ليحارب بها باقي الليبيين، وهذه إشكالية. هذه المشاكل لابد المشاكل تناقش كباكج واحد. هذا من يناقشه قوتين موجودات الآن في ليبيا، قوة في غرب ليبيا يقودها فتحي باشاغا، وقوة في شرق ليبيا اللي هي الجيش الوطني يقوده المشير خليفة حفتر. الحل في ليبيا لابد من جلوس من يسيطر الأرض، باشاغا وخليفة حفتر. ما لم يجلس هؤلاء الشخصان لن تحل أي مشكلة في ليبيا، لن تحل. ها اتفقوا السياسيين في جنيف، اتفقوا في برلين، اتفقوا في أي مكان من العالم، لكن لما يجوا للتطبيق على الأرض، أو اتفقوا أمس في بوزنيقة، اتفقوا على التوزيع، لكن من يطبق؟ الذي سيطبق ستواجهها الميليشيات. لابد من جلوس القوتين الكبرى في شرق ليبيا وفي غرب ليبيا لوضع حلول. ما لم يجلس هؤلاء الشخصان لن تكون هناك حلول في ليبيا، وهذه هي. شكرا للأكاديمي والمحلل السياسي مختار الجدال، كنت معنا مباشرة من بنغازي شرق ليبيا. نشرة التاسعة مستمرة وفيها بعض الفاصل. جدل في الجزائر بشأن وصف وزير لعدد من نشطاء الحراك والحقوقيين بأبناء عملاء فرنسا بنى استعمارها للجزائر. أكثر من 4000 إصابة جديدة بفيروس كورونا مغاربيا، والمغرب وليبيا وتونس تواصل تسجيل أرقام مرتفعة.